ومهما كانت حجم الرفاهية اللي بخيالك وأيا كانت طموحاتك بعيدة وصعب تتحقق، لا ما تحقق كل طموحاتك، لأن الشراكة اللي بين داماكو روتانا مبنية على آفاق جديدة تلبي احتياجات الفخامة والرفاهية. مو هذا اللي تبيه؟ وسائل ترفيهية ومرافق وخدمات تحت أمرك وفي خدمتك بالوقت والمكان المناسب. أما عن الأشياء الجميلة اللي دايم في انتظارك، مثل ناس وجودهم بجنبك يسوى الدنيا وما فيها، وانت ما تبي غير تشوفهم دايما بخير، يستاهلون قربك وانت تستاهل بعد. وقبل ما تفكر في نهاية تمشي على هواك، فكر في البداية، من راح يوقف معاك؟